السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلابنا طلاب الصف الأول الثانوي. يلا بقى ميعادنا النهاردة آخر درس هندسة، عشان من الحصة الجاية نبدأ نحل امتحانات بقى ونراجع ونظبط لك كله مع بعضه. آخر درس هندسة النهاردة درس سهل، وممكن تحله كمان بالدرس اللي احنا خدناه اللي اسمه معادلة الخط المستقيم، وهفكرك بيه النهاردة. ايه هو معادلة الخط المستقيم تاني؟ اظن بقى معادلة الخط المستقيم ده رجعنا لك عليه كذا مرة، شرحناه مرة ورجعنا مرة، واحنا بنجيب طول العمود النازل من نقطة على خط مستقيم، ودلوقتي هراجع عليه كمان في درس النهاردة. طب اسمه ايه يا مستر؟ شوقتنا للدرس، اسمه ايه؟ درس النهاردة اسمه معادلة الخط المستقيم، برضو ما قلت لك هفكرك بيه. معادلة الخط المستقيم المار بنقطة تقاطع مستقيمين، اللي عايز يفهمه اكتر، مستقيم اول وعندي مستقيم تاني، ادي لام واحد وادي لام اتنين، المستقيم دول اتقطعوا بنقطة. هو عايز بقى معادلة المستقيم التالت اللي هيمر معاهم بنفس النقطة، عايز معادلة المستقيم ده. اجيبه ازاي؟ احل السؤال ازاي؟ في قانون قال لك عشان تجيب معادلة المستقيم المار بنقطة تقاطع مستقيمين لازم المستقيم الاول يكون بصورة احداثية، ولازم المستقيم التاني يكون بصورة احداثية عشان تقدر تستخدم درس النهارده. طب يا مستر لو اديتني واحد فيهم بمنتجها، يبقى هتفتكر اول درس اللي هو معادله الخط المستقيم، وتحول معايا من صوره احداثيه، من صوره متجهه لصوره احداثيه، لان درس النهارده ما يتحلش الا بصوره احداثيه. طب كنا بايه بقى درس النهارده؟ ازاي اجيب بقى؟ قال لك هو مش هيطلع مستقيم واحد، ده هيطلع عائله من المستقيمات، يعني مستقيم كده ومستقيم كده ومستقيم كده، كلهم في كتير قوي بيمروا بقى بنفس المستقيم. طب المعادله دي هتبقى ايه؟ قال لك هتكتب المستقيم الاول زائد ثابت في المستقيم الثاني وبس، بتساوي صفر. تاني تاني يا مستر كده، المستقيم الاول خليته صفريه واكتبه زي ما هو، زائد كاف في المستقيم الثاني يساوي الصفر، ودي هتبقى الصوره العامه او الشكل العام او القانون العام لمعادله مستقيم مار بنقطه تقاطع مستقيمين. بكتب مستقيم الاول زائد ثابت في المستقيم الثاني، اول ما تجيب الثابت يبقى انت جبت المستقيم المطلوب، يبقى انت حلت السؤال. مش فاهم؟ افهمك سؤال اهو بسيط وجميل، قبل ما اديك شويه ملحوظات ولا قبل ما اقول اي حاجه خالص. يقول لك معادله، اوجد معادله المستقيم المار بنقطه الاصل. ايه ده، انت قلت لي ان هو بيمر بنقطه الاصل؟ اه، وبكمان بنقطه تقاطع المستقيمين دول. درس النهارده المساله دي سهله، لان المستقيم الاول ده موجود بالصوره احداثيه، والمستقيم الثاني ده موجود بصوره احداثيه. فاضل بقى نستخدم القانون على طول، قلنا نكتب المستقيم الاول زي ما هو زائد ثابت في المستقيم الثاني. يلا بقى عايز اجيب الكاف، طب ما تفك الاقواس، لازم المفروض، فهتقول س ناقص 2 زائد كاف ص ناقص 5 كاف. نجمع بقى الارقام مع بعض كده والرموز مع بعض، يبقى س زائد كاف ص ناقص 2 ناقص 5 كاف. ده كده المستقيم، امتى يتحل؟ لما تجيب الكاف. هو مديني معلومه اجيب منها الكاف؟ اه، ما هو قال لك بيمر بنقطه الاصل، يعني السين بصفر والصاد بصفر، لما اعوض بالسين بصفر والصاد بصفر هيبقى سالب 2 ناقص 5 كاف بتساوي الصفر. حل المعادله دي، هيطلع ان الكاف بتاعتك عباره عن الخمسه كاف هتطلع بره، هنقسم على الخمسه يبقى سالب 2 على 5، ادي الكاف. اجيب المستقيم ازاي؟ هتقول س زائد سالب 2 على 5 ص ناقص 2 ناقص 5 في 2 على 5، الخمسة تروح مع الخمسة، سالب 2 سالب 2 على 5، سالب في سالب موجب، يعني ده هيروح مع ده أصلا. يعني المعادلة طلعت س ناقص 2 على 5 ص، اضرب في 5 يا مستر عشان نتخلص من الخمسة دي، هتبقى 5 س ناقص 2 ص بتساوي صفر. هل الإجابة دي موجودة؟ أه، وحلتها بدرس النهاردة. في طريقة أسهل، ممكن ما ذاكرتش درس النهاردة، أنا شرحته. هو انت قلت بتمر بنقطه الاصل، وقلت لي كمان بتمر بنقطه تقاطع المستقيمين دول، المستقيمين دول هيتقاطعوا في ايه؟ ما انا بقول لك السين ب2 والصاد ب5، يبقى كده هيتقاطعوا في 2 و5. انت عندك نقطتين وانت عايز صوره احداثيه، الاجابات كلها صوره احداثيه. طب ما انا ممكن اجيب الميل، فرق الصادات على فرق السينات، واجيب المعادله ص ناقص النقطه على س ناقص النقطه هتساوي الميل، واعمل مقص، يبقى 5 س بتساوي 2 ص، دخل ال2 ص جوه، تبقى 5 س ناقص 2 ص بتساوي صفر. والله دي اسهل. اه يا مستر فعلا دي اسهل بكتير، براحتك. هو السؤال اختيارات مش هيجي مقالي، حل زي ما انت عايز. ناخد سؤال تاني عشان نفهم اكتر. اوجد معادله المستقيم المار بنقطه تقاطع المستقيمين دول، اعمل ايه؟
مستر حلقنا بالطريقه الاسهل الاول. موافق يا اولاد. خدنا في ثالثه اعدادي لما يكون عندك مستقيمين وعايز تجيب نقطه تقاطعهم، يعني تحلهم مع بعض بالحس. مستقيمين درجة أولى وعايز تجيب نقطة تقاطعهم تحلهم مع بعض بالحذف. اوعى تنسى المعلومة الرياضية دي. كتبت المعادلة الأولى أهي والمعادلة التانية تحتيها، وهقول بالحذف أو بالآلة. طبعا بالآلة بود 5-1. بالحذف هتقول بالجمع، يبقى 3 س هتساوي 9، يبقى السين ب3. عوض عشان تجيب الصاد تطلع معاك الصاد ب0. يبقى انت عندك عرفت ان هي بتمر بنقطة 3 و0، وكمان بتمر بنقطة 2 و -1. ايه ده؟ طب ما خلاص اتحلت. ما لما يكون عندي نقطتين المستقيم بيمر بيهم ممكن اجيب الميل. فرق الصادات على فرق السيناد، 0 - -1 1، 3 - 2 1، الميل 3 - 1 على 1. واستخدم اي نقطه الاولى او الثانيه، ص - 0 على س - 3 بتساوي الميل. مقصك الجميل تبقى ص بتساوي س - 3، دخل الصاد جوه تبقى س - ص - 3 تساوي 0. هي دي المعادله. المستقيم المار بنقطة تقاطع المستقيمين دول. طلعت سؤال سهل. طالب يقول لي طب أنا عايز أحلها بدرس النهاردة، وريني بقى إزاي نحل بدرس النهاردة. عيني بس أنا عايزك تحل بالحل ده أسرع. درس النهاردة بيقول تتأكد إن ده إحداثية وده إحداثية. هو إحداثية يا مستر، دخل التلاتة جوه وتقول زائد ثابت في المستقيم التاني تساوي صفر. خلصت خلصت، بس تجيب الكاف. أجيبها إزاي؟ فك الأقواس يا حبيبي. مستر ينفع افك الاقواس في الاخر؟ براحتك، بس انا بحب افكها في الاول. س زائد ص ناقص 3 زائد 2 كاف س ناقص كاف ص ناقص 6 كاف. وبعدين بحب اجمع السينات مع بعض، يعني اخد السين عامل مشترك يبقى 1 زائد 2 كاف، والصاد نفس الكلام اخدها عامل مشترك تبقى 1 ناقص كاف من هنا ومن هنا. وبعدين الثوابت بحب احطها جنب بعض، سالب 3 ناقص 6 كاف. شكرا، ادي المستقيم. هو قال لك ايه بقى؟ قال لك ان المستقيم ده بيمر بنقطة 2 و -1. عوض مكان السين ب2 والصاد -1. لما عوض هنا ب2 وهعرف افك القوس تبقى 2 زائد 4 كاف. الصاد -1 يعني اخش اغير الاشارات تبقى -1 زائد كاف، وسيب الباقي زي كله زي ما هو. يلا بقت معادله جمع الكافات مع بعض. لما اجمع الكافات مع بعض 4 كاف وكاف يديني 5 كاف، ناقص 6 كاف يديني -1. 2 - 1 1، 1 - 3 1 - 3 يديني -2 هتساوي 0. يطلع -2 بره، يطلع الكاف -2. جبت الكاف اعمل بيها ايه؟ عوض بيها، يبقى المعادله خلصت. عوض بيها هنا كاف -2، عوض بقى معايا كاف -2، 2 في -2 هيديك -4، 1 - 4 يديك -3 س. عوض مكان الكاف -2، 1 - -2 هيديك موجب 3 ص. حط الكاف -2، -2 في -6 يديني 12، 12 - 3 هيديك 9. خدت بالك المعادلة ممكن تتقسم على -3، يبقى س - ص - 3 بتساوي 0. طلعت نفس الإجابة بالظبط، الإجابة رقم ب. عايز بقى تحل بدرس النهاردة براحتك، عايز تحل بالطريقة الأولانية اللي شرحتها لك برضو براحتك. يعني عندك درس جميل وسهل وعندك طريقتين تحل بيهم. تعال ناخد بعض الأسئلة بقى اللي بتيجي في الامتحان على الدرس ده، بتبين الطالب عارف الدرس من غير ما تعبه. زي السؤال ده، خلصنا الدرس بس بديك شوية تمارين كده أقول لك الامتحان بيجي إزاي. يقول لك عدد المستقيمات التي تمر بنقطة تقاطع مستقيمين. دي مش محتاجة حد يكون ذكي ولا طالب، مش محتاج طالب يكون مذاكر درس ولا عارف قوانين. ده بيقول لك عندي مستقيمين كده بتقطعوا، كم مستقيم يمر بنقطة تقاطعهم؟ عايز أقول إن هو عدد لا نهائي. سؤال خلص. السؤال اللي بعده، نقطة تقاطع المستقيمين دول، أنت عايز معادلة، عايز نقطة التقاطع. يا ولاد نقطة التقاطع يعني قيمة س وقيمة ص اللي موجودة هنا وهنا، والمسألة محلولة. أنت لو طلعت الأربعة بره يبقى بيقول لك الس -4، ولو طلعت الصاد بره يبقى الصاد ب3. ص بتساوي 3 موازي محور السينات عند الس بتساوي 3. تقاطع في النقطة دي، الس بتاعتها كام والصاد بتاعتها كام؟ س -4 ص ب3، يعني الإجابة -4 و3. طلع سؤال سهل وجميل وبسيط. السؤال اللي بعده، معادلة المستقيم الذي يوازي محور الصادات. يعني ايه يوازي محور الصادات؟ يعني المعادلة فيها س بس، يعني لازم يكون معامل ص بتساوي 0. ما انا لو مش فاهم المعلومة دي مش عارف احل. وبنقطة تقاطع المستقيمين دول. السؤال ده ليه طريقتين في الحل. تعال نحل الطريقة الأولى وبعدين نشرح الطريقة الثانية. الطريقة الأولى يحل المعادلتين مع بعض عشان نجيب قيمة ص وس. أنا عندي ص ب4، طب ما تعوض بيها بقى، يبقى س بتساوي 3 على 4 في 4،
يبقى السين ب3. مين اللي يبقى نقطة تقاطع؟ كم وكم؟ 3 و4. عندك مستقيم بيمر ب3 و4 ويوازي محور الصادات، يبقى في سين بس يا مستر، والسين في النقطة ب3، يبقى المعادلة الإجابة رقم ب. خلصت، شكرا. طالب بقى العغاوي يتعب نفسه يقول انا عايز درس النهارده. ماشي، درس النهارده يبقى دخل الاربعه جوه. درس النهارده يبقى لازم تضرب المساله دي في كام؟ في 4 عشان تبسطها، اعمل مقص يعني، تبقى 4 س ودخلت 3 ص جوه. اهي ادي المعادله. هنعمل ايه بعد كده؟ هنبدا نكتب القانون بقى. اكتب المستقيم الاول زائد ثابت في المستقيم الثاني، وبعدين نفك القوس، ص ناقص 4 زائد 4 ك س ناقص 3 كاف صاد. وانا بحب قلت لك 100 مره جمع السين مع بعض والصاد مع بعض يا مستر، مش غير صاد وسين واحده. ماشي، اكتبها. الصاد بقى، خد الصاد عامل مشترك، لما خدت الصاد عامل مشترك هيبقى لي 1 ناقص 3 كاف، كل ده ناقص 4 يساوي صاد. اعمل ايه بقى؟ انا لسه قايل لك من شويه، لما يكون يوازي محور الصاد معامل صاد بالصفر، يبقى هتمسك معامل صاد ده تساويه بالصفر عشان تجيب الكاف، هيطلع الكاف بتولت، وتروح تعوض بالكاف هنا علشان تطلع المعادلة، هيطلع زي ما هي. طب عوض كده يا مستر. حاضر، تبقى 4 3 س وده بقى صفر خلاص، ناقص 4 تساوي الصفر. طلع الأربعة بره، تبقى 4 3 س هتساوي 4. اعمل مقص، يبقى 4 س بتساوي 12. اقسم على الأربعة، تبقى الس بتساوي 3، هي نفس الإجابة. بالله عليك مش دي أسهل؟ مش انا حليتها في ثانيه. عايزك تركز بقى وتحل بالطريقه الاسهل في الامتحان. ناخد سؤال تاني. اوجد معادله المستقيم المار بنقطه تقاطع المستقيمين دول ويوازي محور السينات. مستر خلاص بقى، يوازي السينات يبقى المعادله فيها صاب بس. يا سلام لو عندي نقطه، ما انت ممكن تحل دول بالحذف. ادي المعادله الاولى وادي المعادله الثانيه، وبالجمع يبقى 2 س بتساوي 4، يبقى الس ب2. اعوض بالس في تحت هنا او فوق براحتك، عوض بالسين ب2، هتبقى 2 هتساوي 2 صاد، يعني الصاد ب1، يعني معنى الكلام ده النقطة 2 و1. احنا قلنا يوازي السينات يبقى المعادلة فيها صاد، وهنا عندك الصاد ب1، يبقى المعادلة صاد بتساوي 1. واظن سهل جدا جدا السؤال. ناخد سؤال تاني. اوجد معادلة المتجهة. ايه ده، انت عايز متجهة؟ ايه المشكلة؟ المارة بنقطة تقاطع المستقيمين دول. يلا بقى على طول يا مستر، حل بالطريقة السهلة. نعاود نجيب نقطة التقاطع، هنا معناها إن السين ب5، وبعد ما جبت السين ب5 هتعوض فين عشان تجيب الصاد؟ هتبقى 5 زائد صاد بتساوي 13. طلع الخمسة بره، 13 ناقص 5 8، يبقى النقطة اللي بيمر بيها المستقيم 5 و8، ومتجه اتجاه، ده سؤال محلول. ر بتساوي النقطة اللي جبناها 5 و8 زائد كاف في متجه الاتجاه 4 و1. هل في اجابه بتقول كده؟ اه يا مستر، الاجابه رقم جيم. طلع سؤال بسيط وجميل وحليته اهو. السؤال اللي بعده، اذا مر المستقيم اللي على السبوره ده بالنقطه 2 و1 عايز كاف. ده برضو مش محتاج تكون عارف الدرس، بيمر بالنقطه يعني ده س وصاد، يبقى انا هشيل السين واحط 2 واشيل الصاد واحط 1. يلا نشيل السين واحط 2، هتبقى 2 ناقص 4 في 1 ب4 زائد 14، زائد كاف حط مكان السين ب2، 2 في 4 ب8 زائد 1 زائد 5 بتساوي الصفر. احسب ده بآلتك، 2 ناقص 4 سالب 2 سالب 2 زائد 14 يديني 12، زائد احسب ده بآلتك 8 و5 9، 9 و5 14 كاف. يبقى لو عايز الكاف اطلع ال 12 بره بعكس الإشارة، وهقسم اللي بره على اللي جوه. لما تقسم اللي بره على اللي جوه هيديك سالب 6 على 7، الإجابة رقم د. تعال نشوف السؤال الجميل ده، بيقول لك إذا مر محور السينات بنقطة تقاطع المستقيمين دول فإن أ بكام؟ يا أولاد لما محور السينات يمر بنقطة تقاطع المستقيمين دول، يعني إيه؟ يعني المستقيمين دول بيقعوا على محور، بيمروا على السينات، يعني السينات بيعدي عليهم. يعني ايه؟ يعني هنا الصاد بصفر وهنا الصاد بصفر. ما ان شاء الله نشيل الصاد وحط صفر ونجيب قيمه سين او نجيب الف. ما هو كلمه محور السينات يمر بنقطه تقاطع المستقيمين، يبقى احط الصاد هنا بصفر وحط الصاد هنا بصفر، ساعتها السين اللي هنا هتساوي السين اللي هنا. يلا بقى نحط الصاد بالصاد هنا بصفر، هيبقى الف سين زائد 3 بتساوي الصفر. تعرف تجيب السين هنا؟ اه، هتبقى طلع التلاتة بره بعكس الإشارة، تبقى سالب 3 على ألف. حلو، نفس الكلام اعمله الناحية التانية، حط الصاد بصفر، هيبقى ب س زائد 1 بتساوي الصفر. تعرف تجيب الب؟ اه، أعرف أجيب السين يا مستر، سالب 1 على ب.
الاتنين دول هيساووا بعض، يبقى سالب 3 على أ تساوي سالب 1 على ب. اعمل مقصك وهتعرف تجيب الب. هو عايز منك الب ولا عايز الألف؟ عايز الألف. تضرب كام في كام على كام؟ سالب 3 في ب على سالب 1، يعني الألف بتساوي سالب 3 على ب، سالب 3 في ب على سالب 1 يديني 3 ب. يبقى اختار من الاختيارات ان الألف بتساوي 3 ب، وطلع سؤال سهل. تعال نشوف السؤال الجميل ده، معادلة المستقيم، آخر سؤال عندنا النهارده اهو. معادلة المستقيم المار بنقطة تقاطع المستقيمين دول وينصف الزاوية اللي بينهم. مستر، نقطة التقاطع بتاعتهم هي سالب 3 و2 لان هي موجود. كلمة ينصف الزاوية اللي بينهم يعني ايه؟ يعني ما اقول لك ادي المستقيم الاول عشان نفهم، س بتساوي سالب 3 اهو، والتاني ص بتساوي 2 اهو. اقول لك عايز معادلة المستقيم الذي ينصف الزاوية اللي بتاعتهم. ما هو ممكن يكون كده يا مستر وممكن يكون كده يا مستر، كده يعني في حلين. ده زاويته 45. عرفت منين؟ لان اصلا دي 90 درجه، لما تتنصف تبقى دي 5 وتبقى دي 45. طب لو ده هتبقى الزاويه دي كلها مش 45 بقى، هتبقى 135. يعني هيبقى عندي مستقيمين، واحد ميله واحد والتاني ميله سالب واحد، والنقطه هي ما غيرتش. تعالى بقى نجيب المعادله. ص ناقص 2، ص ناقص 2 على س ناقص سالب واحد هتساوي واحد. اعمل مقص تبقى ص ناقص 2 بتساوي س زائد 3. دخل ده جوه هتبقى س ناقص ص، ودخل 2 خش جوه تبقى زائد 5 بص. مثلا الاجابه أ، ما تسرعش في اجابه تانية، ما هي ممكن تكون 2 كمان صح. يلا بقى نقول ص ناقص 2، ما هي نفس النقطه، س زائد 3 بس الميل سالب واحد. اعمل مقص ص ناقص 3 بتساوي سالب س، ص ناقص 2 هتساوي سالب س ناقص 3. دخل دول جوه هتبقى ص زائد س، والسالب 3 يخش جوه مع السالب 2 هيبقى 1. ايه ده؟ طب ما ده برضه صح. يبقى مين اللي صح يا ولاد بقى؟ ان 1 و2 معا. سؤال جميل ومحتاج طالب ذكي زيكم. النهارده شرحنا مع بعض اخر درس في منهج الهندسه، درس صغنون خالص كده وجميل، وشرحناه بكل افكاره. كان معكم اسماعيل معروف، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.